السلام عليكم الاخوه الاخوات، كي دايرين؟ صوا امور زايه ما كنمشوش سيكون سال قطع لي داك الفرن. المهم كيف كتشوفوا معايا اليوم غادي نوجد لكم الحريره. الحريره فهمتي، المهم كيف كتشوفوا معايا دابا غادي نحاول يعني ندير حريره ماروكانيه، ما هي ماروكانيه مخلطه مع اللاتينو، فهمت؟ يعني حريره مخلطه مع مغربيه مع اللاتينو. المهم يعني كيف كنقولوا نحضروا الحريره دابا الاخوان، الحريره كل واحد كيفاش كيحضرها، بكل صراحه كل واحد كيفاش كيحضرها. اليوم المهم عندنا هنا كيف كتشوفوا معايا هنايا، انا في هذه البلاصه هذه غادي يعني نخلط كل شيء، وكنقولوا المهم غادي نحاول بعدا درنا الحمص يعني من البارح 24 ساعة بالحساب. هنايا كيف كتشوفوا معايا كنور، هنايا كيف كتشوفوا معايا الطوماطيش تاعي غادي لها نص، هنايا كتشوفوا معايا كل واحد كيفاش كيدير الحريرة نتاعو. باش نكونوا واضحين، هنايا خزولة وهنا واحد اللفت، هي آخر وحدة وقعت عندي، آخر وحدة هي هادي خزولة زارع عندي. فهمتيني؟ انا كيف كتشوفوا معايا الحراف واش كيقول لي الحراف، والله بصح الله المهم الحراف والله واش كيقول لي بكل صراحه، ما عرفتش هذا وقيلا واش معدنوس والله ما عرفتش كيقول لي، ولا الشيبه والله ما عرفت. هنايا غنمشي للكرافس، الكرافس هي الشهره الضروريه في الحريره، لان ما كانش كرافس ما يدير والو. هنايا كتشوفوا معايا انتوا واش غادي نوريكم، وكتكون هذه الميكا، هذه الميكا يعني ديال الزباله علاش يكون باش كتبقى ديما الدنيا نقيه. شوف كيف كتشوفوا معايا هنايا، هنايا جبت كبير قلت طيب سميتو غنطيب الحومه، غنطيب الحومه كامله و... فهمتي الناس تعالي كي تغلي اجي تسوى فيا ايك تغلي ايك تلقيا تاكي كي تغلي اجي تسوى فيا. شي حريره كتحضر بطريقه لاي واحد كيفاش بغا يحضرها، يعني حريرتي هكا حريرتي ما هي حريره هكا غادي نحضرها، يعني في الكومنتات كل واحد شنو غادي يقول، ولكن حريرتي هكا غنحضرها وكل واحد كيفاش كيحضر الحريره ديالو. ونقلو في المقادير الا بغيتي ديروا الحريره تاع المنحرشه، نقلوا عليها المقادير وديروها وشربوها وردوا علينا الخبر. يلا ما تسالوش كيف كتشوفوا يا اخوان، يعني وصل عندي بغيتي تقطعوا بالموس، بغيتي يعني بغيتي تقطع بالموس، بغيتي دير لها طريقة هادي، بغيتي حبيتي فهمتي اللي حبيتي حبيتي. أنا غادي نوريكم ونسير نوريكم يعني كندير حتى الدجاج، الدجاج يعني من بعد نوريكم الطريقة كيفاش كنديرها، يعني كيف كنقول لكم راه الحريرة كل واحد كيفاش كيحضرها. المهم هو تكون يعني بنينة، هذا هو المهم. يعني باش واحد يقول ما باغي يقول لك لا ما صوبتيهاش، سيب تقول ما صوبتهاش حيت حتى تسوي لك الحريره، ما صوبتهاش حتى تصور لك امك، انا نقول الحريره الله يحسن العوان في صوب الراس ولينا كنبكيو على والو. المهم انا ما صراحه الله ما كنقطعش بهذه الطريقه هذه، ولكن غادي نحاول نقول لكم الطريقه باش ندير هاي هكا، وغادي نحاول ندير هي هذا. انا كنقطع بالموسى الاخوان الاكثريه انا، ولكن دابا بغيت يعني ندير هذيك الشيء. المهم بصح داير جد 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 هنا كتشوفوا معايا الاخوان يعني الطريقه باش كندير لا زوين يعني باش ما نحاولوش نطولوا الفيديو، نحاولوا نديروا الطريقه ديالها ونديروا ديالها وكنحاولوا نديروا هذا كتزيد يعني تدير شويه تعرف شويه
وهذا هي الطريقة الصحيحة اللي انت تتعلم به المعلم. وهذا نحاول باش يعني باش ندير لك الطريقة ديالها، يعني الانسان كيغسل مزيان عاد قبل يقطعو، فهمتوني؟ تحاول يعني تجي هنا عاوتاني تحاول دير الطريقة اللي هما راه على الطوال كامل الحومة كاملة، غادي تشرب الحيانة معايا. كل واحد والبريبار ديالو، هذه حريرة مغربية وهي مسكلاطة منها حريرة بلاتيوس. كيف تشوفوا معايا تحاول تقطع الشام مزيان فهمتوني بهذيك الطريقة ديالها، ودير ليها ها هانتايا اللي غادي اللي غادي كريتيك كيف مول الحريشة بينا هذاك يعني ماشي كل الغربة هانتوما هانتوما الا غادي كريتيكي فيا باين ماشي ولد الغربه، باين غير ولد مغطيني، باين امو اللي كتعطي الحريره ولا اختو كطيب له الحريره، ولكن انا الله يحسن العوان فهمتيني انا بوحدي يا بنادم. كنقول هاد الدوس عاوتاني كذلك اخوان اخوات ندوس مع الهندسه المعماريه ها انتوما حاول ديال التمشية ديال هادي هي الغربة وي هادي هي الحرية ديال الغربة، هادي هاد الحرية دات في أمريكا اللاتينية الحرية، هادي هاد الحرية اللي كتشوفو دابا راه كدار في أمريكا اللاتينية، يعني كيديرها مول الحريشة في أمريكا اللاتينية، فهمتي؟ هادي هو هادي غادي نجيو شوية تاني البعض، غنحاول يعني هادو الطريقة باش كنقطعو مثلا باش نقول لك كنقطعو الحريرة ماشي نخليهم كبار طردهم صغار من بعد تشوفوا كيفاش غادي نقطعو نطرد ما كيفاش نطرد كيف كتشوفوا معايا هادي داكشي يعني كنقطعو طرف صغار يعني هادي كتسمى الوصفة تاع الحريرة الحريرة في 5 دقائق بيد المعلم هي هادي بيد الأستاذ تعلم كيفاش دير الحريرة بيد الأستاذ وبيد المعلم في 5 دقائق هي هادي المهم نحاولو نشوفو نديرو درجة درجة وكتشوفو الإخوان يعني كيف تشوفو معايا الدجاج فهمتيني الدجاج واحد شوية الدجاج يعني ميكونش فيه العضل كتحاول تقطعو الطرف صغار حيت علاش تيخلي واحد يعني واحد الصابور يعني واحد المذاق في الحريرة مزيان كاع يعني كتكون كتر كتر من فهمتي يعني الا زيد درتي لها مثلا اللحم الطرفي من اللحم ديال الفروج كيطلع شي حاجه واعره كاين بطريقه ديال واحد كاين اللي تيقسم طرفي كيديرو تيقليو مع الزيت شويه وقل من هنا من هنا عاد كيدير بها ولكن انا لا غادي تشوف انت معايا الطريقه كيفاش كندير الطريقه كنديرو كنديرو طرفي صغار هادشي كيكون كل واحد والطريقه ديالو انا فاش كتبقى الحريره ما كتبقاش تبان فيها داك يعني هاد الدجاج هذا تيولي يبان فيه طرافي صغار ما تيبانش فيه يعني كبير تيولي يبان فيه طرافي صغار فهمتي يعني كتقطعو الطرافي بحال هكا هذا كيف كتشوف معايا تنوري انتوما و تنحاولو هاكا و تنحاولو الاخوان كنت جاني اللي دايرو ليها داكشي غير بالفن وغير بالعقل هانتوما الفن وغير العقل ها 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 الاخوان هانتوما وهانتوما وهانتوما اجي يا اخي تكون طرافي صغار يعني ما يكونش طرافي كبار غادي نقطعو ونوريكم كيفاش الطريقة كنعملو اخواني اللي كندير الماء باش يعني كندير الماء باش ما حد غادي كيسخن الماء كنديرو هو غادي كيسخن يعني كنبريباري هادشي مزيان وكنحطو فوق الماء
غادي ندير واحد شويه الزيت على الاخر. هانتوما ندير واحد شويه الزيت، يعني كاين اللي كيعمل له سميتو، يعني كاين اللي كيعمل له الروز، واحد شويه ديال الروز، كاين اللي تيعمل له شويه ديال العدس، كاين اللي تيعمل له يعني ديك الشعريه، زيد وزيد. اش بغيت لكم انا؟ كل واحد والطريقه نتاعو، فهمتي؟ كل واحد والطريقه كيفاش كيعمل. انا كي كتشوفوا معايا ملي كيعمل واحد شويه الزيت ياكو، وغنعمل له يعني نصف الطوماطي، يعني نصف طاسه ديال الماكيشه، فهمتي؟ غنعملو ليه نصف، النص ديالك هو هذا. غادي نحاول ندير له التحميره، يعني شويه ديال التحميره، شويه ديال التوشيات راكم عارفين، خاصك غادي حاطها دابا غير التحراك، غير التحراك، عرفتي التحراك مازال ما طابش، إلا طاب حاجة أخرى، دابا راهي دابا غير في التحراك عرفتي غادي حاطها، والله إلا طاب هدرها في شكال. وخلي لك الى كان فاش يطيب ويلي 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 فهمتني، هذه ديك اللعبه ديالها. و تنحاولوا نجيبوا الملح حتى هو نعملوا له شويه ديال الملح، ها هي بطريقه تركيه مي ريزون ديك طوم هاريزون داري فهمتني. كي كتشوفوا دابا غادي نرمي هذا الشيء، غادي نرمي ها هو وكنحاول ندير ليه حتى هذا الشيء بالطريقه ديال مول الحريشة، ماشي زعما عرفتو، يعني الحمص يلا حمص، يعني كل واحد كاين اللي كيديرو يديرو في الماء في الاول، ولكن انا الطريقة ديالي هي هادي، فهمتي؟ انا الطريقة باش تعجبني هو هادي، لما هاديك يعني الطريقة ديال الحب دارت فيها كيف كتشوفو الكراس، دارت فيه الكراس، دارت فيها داك واحد الخزوة صغيرة، واحد لفتة، واحد يعني شوية شوية، كل حاجة من شوية. الدجاج كيقلو بعدا دير بار عاد كيعملو، انا لا انا كنعمل مطرف صغير فهمتي، كيدوب كيدوب معايا كيطير كيطير وكيدوب حتى بنا كيطير ويلي 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 انا اغرس اغرس. هانتوما الاخوان كيف تبان لكم يعني التخليطه، التخليطه هي هادي شفتوها التخليطه، وثم ما التخليطه نديرها في الماء داك الشيء طيب بالماء وما حطاك شي وريه بنادم هنايا فهمتي. هانتوما الاخوان يعني كيف كيبان داك الشيء، يعني النار مضاده، نحاول يعني نحاول يعني باش ما نرونوش الدعوة، باش ما نرونوش الدعوة كنحاول نديرو ليك الدعوة ديالها ونديرو ليك الدعوة ديالها. او مازال خاصنا الطحين، راه هدا 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 الشراكة كتير هادشي الاخوان، انا واقيلا انا باغي نوكل الدوار اليوم، الدوار كامل الحومه كامله غادي نوكلها الاخوة. هانتوما كتحاول دير ديك اللعبه ديالها هكا، ودير ليها هكا الحريره، وثم الحريره تعمل الحريشه، شنو راه ندير لكم الحريشه فهمتي، هادي دابا الحريره، هادي هادي هي الحريره تعمل الحريشه، شنو راه ندير لكم الحريشه، ندير لكم الحريشه فهمتي. هذه هي الطريقة اللي هي كيفية تاني تعمل الحريرة بدون معلم في 5 أيام. هانتوما الخوت يعني الحريرة تعمل الحريشة، وانا عرض على عرض على الحومة كاملة تحياتي، ديرو داك اللايك وبارطاجيو.